حوارنا النهارده انت اتكلمت كتير عن الكابتن خطيب. كابتن خطيب وكابتن زيزو وشطه. على مسيرتك الطويله دي يا كابتن جمال، واحنا في برنامجنا النهارده برنامج رد الجميل، احنا بنقول لك الف شكر، الف شكر على مسيره طويله بالانجازات وبالعطاء للنادي الاهلي. علشان كده النهارده يعني عايز اهدي لك درع مهداه من قناه النادي الاهلي لمسيرتك الطويله، وبنقول لك الف شكر. فرحتونا كتير مهما عملنا قليل، وهو جه اليوم اللي فيه ليكن رد الجميل. احنا بنشكرك على مسيره طويله، مسيره من العطاء، مسيره من الانجازات، ومسيره من البطولات، وده كمان ظاهر في حب الناس ليك وحب جماهير الاهلي ليك. كابتن جمال بنقول لك الف شكر. الف شكر. وهو اليوم اللي فيه ليكن رد الجميل. عايزينك تمضي لنا هنا كمان على تيشيرت الاهلي علشان نحتفظ بيه. فرحتونا كتير